تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، فشملت برعايتها الكريمة مساء أمس حفل افتتاح نصب المرأة البحرينية أثر في إطار احتفالات البلاد بيوم المرأة البحرينية، حيث جرى خلال الاحتفال تسليم عدد من جوائز ومبادرات المجلس. هذا وألقت صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة كلمة كريمة في بداية الاحتفال، تقدمت خلالها بأخلص التهاني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم بقدوم الذكرى السنوية ليوم المرأة البحرينية، والذي يحل هذا العام ببشائر الخير والإنجازات المباركة التي أسعدت جميع أهل البحرين، والتي سجلت المرأة من خلالها موقعا متقدما وأداء باهرا وحضورا لافتا في أعلى المناصب القيادية. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بداية بضيوفنا الأعزاء وبالحضور الكريم، ونحمد الله على عودة تواصلنا ولقاءاتنا كما العهد بها، ويسعدنا أن نلتقي بجمعكم الطيب، والبحرين تستعد للاحتفال بأجمل أعيادها الوطنية. ونتقدم بهذه المناسبة بأخلص تهانينا لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ولكم جميعاً بقدوم الذكرى السنوية ليوم المرأة البحرينية الذي يحل علينا هذا العام ببشائر الخير والإنجازات المباركة التي أسعدت جميع أهل البحرين، حيث سجلت المرأة من خلالها موقعاً متقدماً وأداء باهراً وحضوراً لافتاً في أعلى المناصب القيادية. وهذا أمر غير مستغرب للمرأة البحرينية التي شهدنا ونشهد لها أنبل المواقف الوطنية على مر التاريخ وحتى يومنا الحاضر، سواء من خلال دورها في رعاية أسرتها أو في خدمة وطنها من كل موقع من مواقع العمل، أو بمساهماتها التطوعية النبيلة لتلبية احتياجات مجتمعها. إن تواجدنا معكم اليوم لافتتاح هذا الصرح الذي نسجله باسم المرأة البحرينية لهو اجتماع مبارك بحضوركم، وإننا على ثقة بأن لكل فرد منكم عطاءه الخاص والمتميز في نطاق عمله ومسؤولياته، ويعمل جاهداً لبذل المزيد وتقديم الأفضل لمستقبل أجيالنا الواعدة. كما أنها لفرصة طيبة نتوجه فيها بالشكر الجزيل والامتنان العميق لكل المؤسسات والشخصيات الحريصة على دعم أعمال المجلس الأعلى للمرأة، والذي نعتز بمساهماتهم واهتمامهم
وتسعدنا رؤية أثر ذلك على حياة المرأة البحرينية في كل مراحل عطائها. وتهانينا وتبريكاتنا لجميع الفائزين في هذا الاحتفال، والتي توضح لنا خلاصة تجاربهم بأن التزامهم برسالتهم هو السبيل لبلوغ الهدف المأمول، وأن طريق التفوق يبدأ دائماً بخطوة وبعزيمة صادقة، داعين الله القدير أن يديم عليهم النجاح لكل ما يسعون له من خير ونفع. كما يطيب لنا أن نتوجه لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بتقديرنا الكبير على اهتمامهم ومساندتهم لجهود البحرين في مجال تقدم المرأة، وكلنا حرص على مواصلة التعاون لتحقيق أهدافنا المشتركة لخدمة المرأة في كل مكان. وختاماً، نبارك السعي الحثيث لكل من اجتهد في تنفيذ هذا المشروع الذي بدأ قبل 5 أعوام كفكرة وتحول اليوم إلى صرح وطني بأيادي شبابية، تكريماً لجهود نساء الوطن العزيزات، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جانبها، أعربت سعادة الدكتورة سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة لجنة التحكيم الدولية لجائزة الأميرة سبيكة العالمية لتمكين المرأة، أعربت عن سعادتها بالوقوف على أرض مملكة البحرين. تتوالى الشراكة الوطيدة والمتنامية بين مملكة البحرين والأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة، لا سيما هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من منطلق النهج والرؤى التي رسمتها القيادة الرشيدة بمملكة البحرين والداعمة للمرأة وتمكينها. فلطالما كانت مملكة البحرين نصيراً قوياً وشريكاً بارزاً في إحراز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 كأجندة طموحة وشاملة للتنمية العالمية. إلى ذلك، أكدت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة عملت منذ تأسيس المجلس الأعلى للمرأة على ضمان التعامل مع المرأة في الشأن الوطني كمواطن كامل الأهلية يتمتع بذات الحقوق والواجبات. اليوم المرأة البحرينية هذا العام يحمل دون شك طابعه الخاص بالنظر إلى الأداء الرفيع لنساء البحرين، والمحاط برعاية سياسية ومساندة وطنية. ومن أبرز تلك الإنجازات التي تحققت مؤخراً مشاركتها اللافتة في الانتخابات النيابية والبلدية، حيث بلغت نسبة النساء في المجلس النيابي 20% تقابلها ما نسبته 10% في المجالس البلدية. وقد حافظت المرأة كذلك على نسبة مشاركتها كناخبة التي رصدت عند 48%. تعيين 10 سيدات في مجلس الشورى بنسبة 25% ليبلغ تواجدها في السلطة التشريعية بغرفتيها ما نسبته 23%. كما سجلت المرأة تواجداً غير مسبوق في الحكومة بتعيين 5 وزيرات ضمن تشكيلها الصادر مؤخراً، وبنسبة تصل إلى 22% من إجمالي التشكيل الوزاري. وجرى خلال الحفل تدشين نصب المرأة البحرينية أثر، والذي تتجسد أهميته في رمزيته التي تحتفي بعطاء المرأة البحرينية وبإسهاماتها ووقفاتها الوطنية على مر التاريخ والمرتبط بنهضة البحرين الحديثة، ويقدم مواد مصورة وفيلمية وإحصائية ونشاطات متنوعة في التعريف بجهود المرأة وحجم إسهاماتها وتأثيرها في الماضي والحاضر، وذلك لإلهام وتحفيز أجيال الغد لتتبع خطى من سبق والبناء على ما أنجز للحفاظ على تلك المسيرة بمخزونها الثقافي والحضاري الغني بالدروس والعبر.
وجرى خلال الاحتفال الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة، حيث فاز مكتب محامي الدفاع العام بجمهورية البرازيل الاتحادية والذي اعتمد برنامجا وطنيا لمواجهة العنف الأسري. وعن فئة القطاع الخاص فازت شركة دي أوليفيت العالمية من جمهورية نيجيريا والتي تعمل على الابتكارات في مجال الطاقة النظيفة. أما في فئة المجتمع المدني فازت مؤسسة روكونجيري للتنمية المتكاملة للمرأة من جمهورية أوغندا، وهي منظمة نسائية تعمل على تعزيز حقوق ورفاهية النساء والفتيات المعرضة للفقر والعنف الأسري. وعن فئة الأفراد فازت السيدة نوال سيد مصطفى عطية من جمهورية مصر العربية، وهي ناشطة ذات باع طويل في مجال حقوق السجينات وأطفالهن. كما جرى خلال الحفل الإعلان عن الفائزين بجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة لتقدم المرأة البحرينية في دورتها السابعة، حيث فاز عن فئة القطاع العام الوزارات والهيئات الرسمية وزارة الصحة، وعن فئة القطاع العام أيضا المؤسسات الرسمية صندوق العمل تمكين. أما القطاع الخاص فقد فاز عن فئة الشركات الكبيرة شركة نفط البحرين بابكو، وفازت شركة ممتلكات البحرين القابضة عن فئة الشركات المتوسطة، وشركة صادرات البحرين عن فئة الشركات الصغيرة. وفي فئة مؤسسات المجتمع المدني فازت جمعية السكري البحرينية، وفي فئة الأفراد فازت الدكتورة أمل عبد الرحمن الجودر. وأعلن أيضا خلال الاحتفال عن أسماء الحائزات على امتياز لرائدة الأعمال البحرينية الشابة في دورتها الرابعة. وتفضلت صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بأخذ صورة جماعية تذكارية مع الفائزين ومع الجهات الداعمة لنصب أثر. من جميع أنحاء العالم كانت هناك قصص نجاح تروى، بعضها يتحدث عن قضايا المرأة وأخرى عن طموحات تحتاج إلى من يؤمن بها ويطلقها من مكنونها إلى فضاء أوسع. ومن هنا بدأت القصة عندما أطلقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة جائزة سموها العالمية لتمكين المرأة بعدما حققته جائزة سموها لتقدم المرأة البحرينية من نجاح كان محط الاهتمام والتقدير من المجتمع المحلي والعربي والدولي، لتكون هذه الجائزة العالمية حلم كل امرأة تسعى إلى الابتكار والأفضل. هذه الجائزة في دورتها الثانية تعتبر مهمة جدا لأنها تسلط الضوء على جميع قضايا المرأة وإنجازاتها في العالم بأكمله. لقد أحدثت فرقا كبيرا. نحن اليوم نكرم الفائزين بجائزة الأميرة سبيكة العالمية. الفائزون يشعرون بالفخر لما حققوه من إنجازات استحقوا من خلالها نيل هذه الجائزة القيمة. فضل الكبير لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة أن تسلط هذا الضوء ليس فقط في مملكة البحرين ولكن أيضا في العالم بأكمله، يأتي في وقت نحن نسعى فيه لنذكر أنفسنا أولا بأهمية دور المرأة في المجتمعات، وثانيا نحتفي بهذا الدور في جميع شتى أنحاء العالم. إن المشاركات وما تضمنته من نجاحات ومواضيع تعنى بالمرأة بالمقام الأول قد تجاوزت المنافسة لتنتقل إلى مرحلة جديدة تتصف بالإبداع والابتكار والمرونة لإحداث الفرق المنشود على صعيد إدماج احتياجات المرأة في التنمية. نشكر صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم الله يحفظها ويرعاها على تبني هذه الجائزة. بالطبع مكانة المرأة البحرينية كانت دائما مكانة عالية، بس من تبنت مجلس الأعلى للمرأة دور انخراط المرأة في جميع مجالات العمل، فبدأنا في قطاع النفط والغاز، قطاع الطاقة، قطاع الصناعة، بأخذ هذه الرؤى والأحلام وترجمة توجيهات القيادة
على أرض الواقع. جائزة طبعا يتخيل لي مهمة جدا في نسختها السابقة، يعني تعطي حافز للشركات إن هي تعطي فرص للمرأة، يكون في تكافؤ الفرص. يعني إحنا في نظرتنا المرأة هي الآن عامل رئيسي في الاقتصاد، في قيادات الشركات، في قيادات المجالس الإدارة. طبعا تعتبر لنا الجائزة شيء جدا كبير، حققنا يعني تحقق لنا كثير من الإنجازات. اليوم طبعا المرأة تشكل جزء كبير من المجتمع، وبالأخص احنا عندنا في تمكين اليوم المرأة تشكل اكثر من 50% من تمكين، وتشكل اكثر من 50% بعد من الإدارة التنفيذية. نوجه خلص الشكر والتقدير والامتنان الى صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة لجهودهم المتواصلة وجهودهم الريادية في رفع مكانة المرأة البحرينية في كافة المجالات وفي كافة القطاعات. فخورة جدا بتسلم هذه الجائزة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة. الجائزة تعني لي الكثير لأن هي تدعم المرأة وتمكنها وتقويها إن هي تواصل مسيرتها في العطاء وبناء مملكتنا الغالية. مهما وصفنا صعب نوصف شعورنا كرائدات أعمال، كيف هذا التقدير يعطينا طاقة ويعطينا تحفيز، وأساس الابتكار وتحفيز الابتكار هو التقدير. جهود سمو الأميرة سبيكة ليست فقط للبحرين، يعني داخل البحرين أو لتشجيع المرأة البحرينية أو العربية حتى، ولكن الزميلات الثلاثة الأخريات، واحدة من نيجيريا وتانية من أوغندا والثالثة من برازيل، لكل منهم إسهام في دولتها لدعم ومساندة المرأة في بلدها. بالنسبة لي أشعر بالفخر والارتياح للحصول على هذه الجائزة التي تعتبر دافعا لنا للتقدم والنهوض بطموحاتنا وأحلامنا للأمام. إنما تحقق اليوم على صعيد تقدم المرأة البحرينية يبعث على الفخر والاعتزاز، وذلك بفضل ما تحظى به من دعم لا محدود من لدن جلالة الملك المعظم، وما يبذله المجلس الأعلى للمرأة بقيادة سيدة البحرين الأولى من مبادرات وجهود مستمرة لدعم المرأة في كل مجال، حتى باتت مملكة البحرين نموذجا عالميا في وضع السياسات والمبادرات التي تعنى بتطور المرأة وتقدمها. عندما نتحدث اليوم عن جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية أو جائزة سموها العالمية لتمكين المرأة أو غيرها من المبادرات التي تعزز من حضور المرأة في كافة المجالات، فنحن نتحدث عن قصص نجاح انطلقت من مملكة البحرين لتجوب سماء العالم. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.